السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله اليوم راح نبدي ناخذ يعني فد على الاي سي جي أكثر شوية على مود طلاب الثاني، لأن يعني باكر عندهم امتحان خطية. ماشي، فاليوم نميل عليكم جماعة السادس، اعذرونا. I'd like to share this items with you. Indication for ECG: chest or epigastric pain or sensation, abnormal sensation. Congestive heart failure sign and symptoms, abnormal pulse, hypotension. يعني حتى اذا هايبوفوليميا، يعني هايبوتنشن ون اوف ذا انديكيشن اوف ذا اي سي جي. هواي اكو يغفلون عن هاي الانديكيشن. ان اكسبلايند ويكنس، لانه وحده من البرزنتيشن اوف ذا اكيوت ام اي ممكن جاست ويكنس. واكو بحث سواه دكتور خطر على دكتور خطر على اكو بحث سواه دكتور بحث على unexplained weakness as a presentation of acute infarction. Altered mental status, coma, stroke also it is indicated because a lot of stroke and neurological condition it is related to cardiac origin. Drug overdose, chest trauma, and drug overdose دائما associated with precursor for developing arrhythmia like prolonged QT interval. Chest trauma may precipitate trauma, precipitate arrhythmia. Syncope or near syncope, it is very important to perform an ambulatory ECG. We do a Holter ECG for sometimes more than 1 week to detect the cause of syncope or near syncope, systemic illness and metabolic diseases. Screening, يعني ممكن انه اي واحد حطه تسوي له اي سي جي ما حد يقول لك ليش. بي اند كيو اوف ذا الكتروكارديوغراف، هاي التفاصيل مالت الويف وانطباعها على الورقه، فالتذكير على ورقه الاي سي جي. الورقه مال الاي سي جي مكونه من مربعات كبار وصغار. المربع الكبير 5 × 5 بالطول، الطول مالت المربعين كبار 1 ملي فولت اللي هو على اساسه احنا نقيم الكالبريشن او الستاندرايزيشن اوف ذا اي سي جي. يعني الفولتج مال مربع كبير واحد هو 0.5 ملي فولت. المربعات بالعرض تعني تايم، تعني تايم. فالمربع الكبير الواحد هو 0.2 سكند، والمربع الصغير 0.04، تقسم على 5 يطلع 0.04. لا ننسى شغلة مهمة، انه سرعة ورقة الاي سي جي بالجهاز هي شقد؟ 25 مليمتر بالسكند، يعني 5 مربعات كبار بالثانية الوحدة. البي ويف تمثل الديبولاريزيشن اوف ذا اتريوم. البي ار انترفال هي الترانسميشن اوف ذا الكتريكال امبلس اور ذا كرنت اوف ذا ECG through the AV node.
QRS complex is the depolarization of the ventricle, and the depolarization of the ventricle may be three waves or more than three waves or two waves and even more than three waves. عادة الموجود هو initial Q, physiological Q, which is depolarization of what? رنين. ال Q depolarization of شنو؟ تمثل بال QRS. آه علي، يلا احشي علي. depolarization of what؟ septum. of septum. ال Q wave هي depolarization of septum. عاشت ايدك. يعني الـ depolarization ينقسم بالـ QRS ثلاث أقسام. Q الفيكتر مالتها متجه باتجاه الـ SA node، ولذلك يطلع negative deflection. يعني احنا عندنا الـ QRS اكو negative واكو positive deflection. الـ negative deflection الـ Q والـ S، واكو بوزيتيف ديفليكشن مثل ال R. زين، مرات اكثر من هذا الويفز مثل الدلتا ويف من تجي على الار ويف بال 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 وباركنسون وايت سندروم مثلا. الكيو هي ديبولاريزيشن اوف ذا اوف سبتم اند ات از دايركتد، اتس فيكتور از سمول فيكتور اند دايركتد تو ذا اس اي نوت. Therefore, it is a small negative deflection. Then the R wave, which is the depolarization of what رنين؟ رنين عزيز. ال R من تعود؟ دكتور ال R ventricular depolarization. ال major ventricular depolarization. Very good. ترى الميجاوب يعني حتى اذا يعني نفتح المايك مالته ما يقول اعرف لو ما اعرف وما يجاوب اي شيء، دا سجل درجات يمي وانتم باشر امتحانكم صف ثاني، ديروا بالكم على ارواحكم. عاشت ايدك ديار. It is the depolarization of the major ventricular tissue. يعني احنا قلنا السبتم، بعدين الميجر فينتريكل، وبعدين البيز مالت البيز عافيه البيز مالت الفينتريكل اللي هو قريب على الاي في جنكشن، تذكريها مو؟ ايوه. فيعطينا الار ويف which is positive deflection ويف كبيره. ليش؟ لانه التشو مالت ال R او S مرات تطلع ديب مال according to the site of the lead which looking. يعني مثلا بال V1 الدوميننت ال R او ال S DR بال V1 بال V1 chest lead V1 ال S ال S عافيه، لانه المحصله مالت المتجهات تتجه عكس مكان الليد. الليد V1 وين مكانه دي ار؟ V1 اللي هي الانتريور وين مكانه؟ ايش قد السبيس يا انتر كوستال سبيس؟ وين مكانه؟ يا انتر كوستال سبيس جاوب دكتور؟ جاوب. دكتور fourth intercostal space or the right external border. بارا external عاشت ايدك. Very good. It is the right parasternal area at the fourth intercostal space. يعني المكان مالته شوية يعني قريب البيز مالت الهارت مو الابكس، بينما الشيست ليدز اللي هي قريبة على الابكس مثل من؟ مثل الفي 5 الفي 6 تكون المحصلة متجهة باتجاهها، لذلك يطلع الدوميننت ار لو اس دي ار بالفي 5 في 6 دي ار. دكتور ترجع على عافية، ترجع على ار عافية
عاشتيدش. Then the S wave, which is related to depolarization of the base, which is قريب ال AB junction. Then we have the ST elevation, ST segment. The ST segment, which is the plateau phase between the depolarization and the repolarization of the ventricle. And then the T wave, which is related to repolarization, rapid repolarization of the left ventricle. U wave احيانا تطلع كنورمال، من تطلع it is related to repolarization of papillary muscle. And if the U wave is present as an abnormal wave, it is related to the presence of hypokalemia if there is a flat T wave. Okay. نجي على هذا السلايد اللي يعني احنا الليم ليدز at the right forearm, left arm or left forearm, left leg and the right leg, it is the earth lead, chest lead, V1, V2, بيبدي بالفورث intercostal space parasternal area. هذا الاسترنم. الاسترنم من اجي اريد اخلي chest lead، اعتمد على البوني لاند مارك اون ذا chest. الاسترنم كم قطعه؟ علي عبد الحسين، علي عبد الحسن خضير، الاسترنم بون كم قطعه؟ علي عبد الحسين، علي عبد الحسن، علي عبد الحسن خضير، دي تسمعني بابا؟ اي نعم دكتور. اي شان ما تحكي. البون الاسترنم بون، استرنم كم قطعة؟ نمبر يعني دكتور؟ كم قطعة الاسترنم بون؟ دكتور بوني بار وكارتيجيوس بار. ها؟ بوني بارت وكارتيليج بارت، يعني جزء okay. بوني جزء كارتيليج. زين، القطعة الفوقانية شو نسميها؟ هاي هاي القطعة دكتور اللي هي articulate with the clavicle and the first rib. شو نسميها؟ البون شو نسميه؟ القطعة مال البون سيرنم. منبريوم ستيرني، منبريوم ستيرناي. اوكي منبريوم لا تنساها. والقطعة جواها من نالي جاي الحجر الخط. لا هذا البادي اوف ذا ستيرنم، ستيرنال بادي. والقطعة هاي الجوانية المدلبزة شو نسميها؟ الزيفي ستيرنم او زيفويد، زيفيسترنم. اوكي هاي بيش تفيدنا؟ بيش تفيدنا؟ اول شيء نحسه من الاسترنم شو نسميه سترنال نوتش. اوكي سترنال نوتش، امشي اصبعي جواه راح احس اكو فد بوني ريدج هنا at the second rib when the second rib is articulated with the sternum. اكو فد قطعة مرتفعة بوني نسميها شو نسميها علي دكتور؟ الانجل اوف لويس، انجل اوف لويس او سترنال انجل. اما انجل اوف لوي او سترنال انجل، هاي الانجل اوف لوي هي ال من نحسها معناها احنا على السكند ريب، فالسبيس اللي جوه راح يكون السكند انتركوستال سبيس، الورا الثيرد انتركوستال سبيس، الورا فورث انتركوستال سبيس اللي اخلي عليها بالجهه اليمنى الفي 1
وبالجهة اليسرى كلش لزق ويا الاسترنم الفي 2. بالفورث انتركوستال سبيس ميديكلافيكولر لاين انا مخلي الفي 4 بالمسافة اللي بين الفي 2 والفي 4 في 3. V5 is at the anterior axillary line, fifth intercostal space. لا نحاول أن تتجنب أن تقول وال V6 طبعا at the mid axillary line. حاول تتجنب أن تقول ال V4 below the nipple. ليش علي؟ ليش نتجنب نقول ال V4 below the nipple؟ دكتور مرات الـ OBC يكون very good. مرات الـ breast is large large breast pedunculus breast يعني breast مال مثلا female عمرها 15 سنة مو مثل وحدة عمرها 90 سنة 60 سنة فإذا تجي تخلي يعني below the nipple ممكن أنه أنت توصل للأبدومن وما تدري بنفسك ماشي ف احنا اللاند ماركس انه تخلي التشيست ليد هي الانتركوستال سبيس وبنيث بنيث ذا بريست تشيل البريست تشيلي فوق هواي اشوف يعني خطا يرتكبوه يعني اللي يسوون الاي سي جي مثلا الممرضين او الممرضات يخلي ال ويتعاجز يشيل البريست مثلا مال المريضة يخلي الليدز على البريست وهذا الشيء خطأ. أول شيء راح يأثر لك على الفولتج وتزيد البريثنج ارتفاكت البريثنج ارتفاكت راح تزيد واضح؟ أهم نقطتين احنا ندور عليهم بالاي سي جي والريثم اند ذا اس تي سيجمنت لان يعني شغلتين اللي تخوف بالاي سي جي هي الريثم اند ذا اس تي سيجمنت تشينجز سواء اس تي ريفيشن او يعني اني ديفيشن بالاس تي سيجمنت بيكوز اسوشييتد وذ مورتاليتي. نشوف هذا ال يعني فد موديل للاي سي جي تشينجز مثلا نشوف ال V4 هذا بالإلكتريك يعني بالإكسرسايز تيست من نشوف بوزيتيف تيست بالريستنج كان هيك ال ECG of the exercise صار عندنا هالقد ST depression وبعدين ال ST depression to some extent يعني continue till the end of the recovery. احنا ال exercise test بي protocols اللي نمشي عليها احنا هنا بالعراق هو البروس بروتوكول وفي اغلب دول العالم هم يمشون على البروس بروتوكول اللي هو تشوف ال ECG والهيمودايناميك ستيتس للمريض بالريستنج ستيت وبعدين تصعد على التريدمول وتخليه يمشي وبعدين المشي راح يزيد السرعة مالته وتزيد السرعة ويصير يعني كأنه يصعد مرتفع كأنه جبلي قاعد يصعد ف إلى أن يوصل البيك of the exercise وبعدين برا البيك راح يبدي يتناقص شوي شوي الى ان يصير stoppage and recovery. recovery تقريب 5 minutes post the treadmill. من يصير STT changes بالtreadmill test بالبيك او قبل البيك او ورا البيك وتستمر ورا الريكفري it is very significant that this patient have a significant coronary artery disease and should this patient referred for the coronary angiography that mean catheterization. هاي صورة للانجيوغرافي catheterization for the left system. هاي الكاثيتر مالتنا يعني احنا داخلين يعني معناها من الفيمورال ارتري وصاعدين
هذا left main stem artery هنا أنا متفرع إلى left anterior descending artery اللي هو نسميه widow maker. left anterior descending artery نسميه widow maker. ليش؟ لأنه left anterior descending artery supply about 90% of the left ventricle. هاي أولاً. القضية الأخرى تطلع من عدة two type of branches اللي تطلع منها الجهة نسميها septal branch واللي تطلع منها الجهة نسميها diagonal branch and septal branch any ischemia to it may lead to malignant arrhythmia. إحنا مرات نشوفها بالقطرة مثلاً الواير إذا بالغلط يدخل بالسبتال برانش رأسا المريض يصير عنده فد شورت ران اوف في تي اذا ما تسحبه بسرعه يجوز يستمر الفي تي صرنا نسستين. وهنا طبعا منطقه البايفوركيشن اكو ايضا ليفت سيركمفلكس ارتري ليفت سيركمفلكس اذا ليفت مين ستيم ليفت انتيرير ديسيندينج ارتري ليفت انتيرير ديسيندينج ارتري البرانشز مالته من هالجهه نسميها سبتال واللي طالعه من هالجهه نسميه دايجونال والليفت سيركمفلكس ارتري البرانشات اللي تطلع من الليفت سيركمفلكس ارتري نسميها ابتس مارجينال ابتس مارجينال. طبعا دي نشوف احنا بصوره كلش واضحه انه الاي دي شبي بهاي المنطقه البروكسيمال تو ميد بارت اوف ات موجود بها سب توتال اوكلوجن هاي الليجن which about 99% اوكلوجن اوف ذا ارتري ات نيد انترفينشن اند ستينتنج بليسمنت. هاي ورا ما هلا الستنت ورا ما خلى الستنت شوف الارتر شلون انفتح اعيد حتى تشوفون الفرق شلون واضح. شوفوا قبل ما ينفتح الارتري شلون كان مسدود وورا ما خلينا ستنت هنا شلون انفتح الارتري كان سب توتال اوكلوجن. اوكي طبعا هو هذا ال كان التريد مول هذاك اللي طلع به الاس تي ديبرشن اللي شفتوها هو قبل الكاثترايزيشن وهذا الاي سي جي مال التريد مول بوست كاثترايزيشن بنشوف شلون ماكو بعد تشينجز بالاي سي جي. يس هنا اكو فد تشينج بالاي سي جي انه المريض صار عنده اس تي ليفيشن ات ذا اس تي ليفيشن واضح والانجيوغرافي مالته طلع اكو ميد ال اي دي سب توتال اوكلوجن زين which cause this ST elevation myocardial infarction and it need rapid intervention. Basic principles of the ECG interpretation place electrode correctly very important to يعني من الامور المشاكل اللي نواجهها انه وضع الالكترود مرات يصح واحد اللي يشتغل الاي سي جي متعاجز ما يخليها بصوره صحيحه تعطيك فد انطباع خاطئ. Be careful to get correct data. Consider clinical context. لا تقرا اي سي جي ما عندك هيستوري بي. يعني هاي احنا خطا دائما نرتكبه تجيب لك اي سي جي دكتور هذا شبي ما يصير. الاي سي جي لازم وياه هيستوري لازم وياه هيستوري. اكو امور سبوت دايجنوستس بس اولموست اولويز اطلب هيستوري ويا الاي سي جي اولموست اولويز اطلب هيستوري. chest pain كلش consider compared to previous ECG كلش important خصوصا اذا مثلا recent left bundle branch block زين. be systematic دائما انت امشي يعني بنظام لا تصير buffer rate rhythm pacemaker spikes QRS duration the waves the axis حتى لا توقع في خطأ او تعبر عليك نقطة معينة hidden.
QRS prolongation, we mean by prolongation of the QRS more than 120 millisecond. يعني ثلاث مربعات ونص صغار تقريبا. Ventricular in origin. مثلا ليش شنو أسباب أنه نشوف وايد QRS؟ Premature ventricular contraction, ventricular tachycardia, ventricular electronic pacemaker, SVT with aberrant conduction, يعني نقصد supraventricular tachycardia. Aberrant conduction معناها low left, low right, bundle branch block, تعطيك صورة تشبه ال VT. Bundle branch block by itself, right and left, it is cause of the wide QRS complex. وقلنا نعتمد على ال RSR pattern. RSR pattern بال V1 يعني معناها right to the ECG leads, معناها right bundle branch block, left المكان مالت ال RSR pattern V5 V6 which is the left side عندما تطلع ظهرك لل chest lead. وفي باركنسون وايت سيندروم يعطينا وايد QRS كومبلكس سبيشالي تايب A, intraventricular even type B, intraventricular conduction delay non-specific, sometimes there is wide QRS complex بس لا هو right bundle branch block ولا هو left bundle branch block, this is called non-specific intraventricular conduction delay. Why is the QRS prolongation so important except for right bundle branch block? Q wave not diagnostic, ST depression not diagnostic, possibly ventricular origin, usually high risk, especially in left bundle branch block. هبة غردين هبة غردين اريد باعي هبه اريد systemic approach حتى يتعلمون من عندش صف ثاني اوكي اوكي يلا دكتور first we start by rhythm right right احنا راح نحط نشوف او ECG regular او irregular لان كل طريقه لها أريد تنتبهون وكل كلمة تقولها هبة لأنه مهمة. أي إذن أشوف regular أو irregular, أشوف الربط صح لو غلط. أي أوكي أما ملاحظة جيدة بس ما يخالف إحنا نجي للريت. يعني أكو نقطتين, اكو يعني قسم من المصادر تجي على نقطتين هبوية يمو قبل ما يعني تبدي بريت ورذم وهيك. شوف نقطتين الكاليبريشن مالت الاي سي جي والربط مالته صح لو غلط, يعني رايت لو ليفت يخاف قالبين المكان مال الليد. هذا الكاليبريشن تشوف اكو فد هيجي يعني مثل القوس على قد مربعين كبار كل الاي سي جي يطلع بمثل هذا الاي سي جي كاليبريشن, فانت تعتبر الكاليبريشن مالته نورمال وتجي تشوف الربط مالته تشوف الاي في ار والليد 1. المفروض الاي في ار نيجاتيف, البي ويف نيجاتيف والتي ويف نيجاتيف, وبالعكس بالنسبة للليد 1 تلقى الـ T والـ P wave positive و R B, وبالنسبة للـ A V R تلقى S. هاي ممكن تخلينا أول شيء ممكن ماشي استمر هل بالنسبة للـ A V R إنه هي إذا كان أو هي يكون انتو بوزيتيف اذا كانت اما رون كونكشن او بحالة الديكستوكارديا, وبهاي الحالة حنميزها عن طريق الـ QRS progression من بالتشيست ليد.
الار ويف بروجريشن بالتشيس ليد، الار ويف بروجريشن اذا كان بور بروجريشن اوف ذا ار ويف بالتشيس ليد. يعني شنو بور بروجريشن اوف ار ويف؟ الار ويف المفروض كل ما نتجه من الفي 1 الى الفي 6 تبدي من ركزه صغيرونه وتعلى تعلى تعلى الى ان توصل اعلى ما يمكن بالفي 6 والاس تكاد تكون معدومه بالفي 6. هذا نسميه normal progression of the R wave. أحيانا ماكو progression بالR wave نسميه يعني ما جاي تعلى بصورة كافية يعني ما توصل الثلث الطبيعي الS الموجودة، هذا نسميه poor progression of the R wave. فالال AVR من الجا positive يحتمل احتماليا أما أن يكون يعني wrong connection او ان يكون ديكستروكارديا يعني قلب المريض باليمنى. فاللي حكمك هنا اللي يدليك على انه هذا شنو الفرق يعني هو الار واي بروجريشن. فيري جود هبه كملي. نستارت وذ الريت. الريت انه احنا في البدايه نشوف الريذم اذا ريجولار او الريجولار. إذا كان الرزم ريجولار احنا نستخدم مثلا ورقة ونرسم عليها خطين يعني بين 2 QRS ونشوف المشي على باقي السترب، عادة نشوف السترب ليد 2 يجينا كامل. إذا كان ريجولار راح نحسب المربعات الكبار بين 2 QRS complexes أو المربعات الصغار. المربعات الكبار نحسبهم ونقسمهم على 300 أو الصغار على 1500. Very good. راح يطلع لنا الرقم. Very good. بعد. عشتيش. يعني هسه ايش قد الريت تقريبا بهذا المريض؟ هذا هسه ريجولار مو تمام؟ هذا ريجولار ريزم تقريبا عندنا أربع مربعات كبار يعني بال 70 يعني 75 هيك شيء تقريبا. أي هبة كملي. بعد الريت والريزم نشوف الأكسس. الاكسس نشوفها عن بالليد 1 والاي في اف. عندنا اثنين ابنورمال اللي هنا الابنورماليتيز عندي اما رايت اكسس او ليفت اكسس ديفيشن. نشوف اذا الرايت اكسس ديفيشن نشوف الليد 1 نشوف انه يكون بوزيتيف والليد الاي في اف راح يكون همتين بوزيتيف. لا الليد اي الليد 1 يكون نيجاتيف والاي في اف بوزيتيف. هاي دكتور انا حافظتها بطريقه ممكن انه يستفادون من هالبطيئه انه اني اشوف ان هي كلمه ليف وكلمه ريتش. الكلمه ليف اللي هي ال يعني اذا كان متباعدات كل وحده بجهه الكيو ار الار يعني كومبلكس فهذا ليفت، واذا مستقيات يعني ريتش فهذا رايت للاي في اف والليد 1. فيري جود عشتيش اي طريقه صحيحه زين. بس هي هاي كرود ميثود يعني ما راح تعطينا الاكسس بالدرجه مو اللي يعطيها بالدرجه هو يعني طريقه ان ترسمي رسم للهكسكسيال دايجرام وتشوفي زين هسه الاكسس بهذا الاي سي جي شو تشوفي انت دكتور هنا ليش ليف اكسس دكتور الليد 1 بوزيتيف والاي في اف نيجاتيف. الاي في اف مو كله نيجاتيف يعني بي بوزيتيف وبي نيجاتيف بس من نحسب الاسويف من نحسب الاسويف تكون اكثر من يعني اللونج مالتها يكون اكثر من الار ويف تكون اكثر من الار ويف هذا نيجاتيف نحسبه فطلع عندنا نيجاتيف يعني الاي في اف والليد 1 هم بي نيجاتيف هو بس البوزيتيف مالته اكثر مو تمام فيطلع عندنا ليفت اكسس ديفيجن زين نكمل. بعد الاكسس نشوف البي ويف. احنا دائما النورمال كيو ار اس كومبلكس هو لازم يكون مسبوق بالبي ويف معناه البي ويف هي الارتيريال ديبولاريزيشن. النورمال بي ويف هي دائما تكون بوزيتيف عدا بالاي في ار تكون نيجاتيف. حتى هنا بكل المربعات هي موجوده البي ويف. نشوف البي ويف الابنورماليتي اللي بيها
هل اكو عندنا يعني دكتور اني تريد اشرح حمات الابنورماليتيز لو بس الفايندنج اللي موجوده بالاي سي جي؟ لا لا انت تحكين هل اي سي جي هذا الاي سي جي اي دكتور اي شو رايك بالبي ويف هنا؟ دكتور البي ويف شنو الاشياء اللي ندورها بالبي ويف؟ يعني حتى تختصريها عليهم شو تدورين بالبي ويف؟ تدورين والديوريشن مالتها يعني ارتفاع وديوريشن اذا ارتفاع مالتها اكثر من اللازم هذا شو نسميه مثلا بي مايترالي اذا الديوريشن مالتها اكثر من اللازم شو نسميها بي يعني اذا عريضه بي بولمونالي واذا طويله بي مايترالي بي مايترالي زين هاي بالنسبه للسايز يعني خلينا نقول زين وبعد شو ندور ندور مورفولوجي هل هي بي ويف طبيعيه يعني هاي هيك قوس صاعده ونازله هل هي نوتشت ممكن مرات نشوف بي ويف بيها هل هي برود هل هي انفيرتد هل هي ابسنت اوكي او هل هي اوكي شوفوا او هل هي فبريليتنج او فلترنج نسميها اللي مثل ما تطلع عندنا بالاتريال فلتر اوكي اوكي عافيه ونشوف انه هي بكل الليد لازم تكون متشابهه يعني المورفولوجي مالتها يكون كلها متشابهه اذا كانت البي ويف اكثر من يعني بنفس اللي بتكون اكثر من مورفولوجي فهي معناها انه اكو مثلا عندنا اكتوبيك اتريال The recording has started. Please announce yourself. عافية. ونشوف انه هي كل اللي لازم تكون متشابهة يعني المورفولوجي مالتها مالتها كلها متشابهة اذا كانت البي ويف اكثر من يعني نفس اللي تكون أكثر من مورفولوجي هي معناها إنه مثلاً. شنو رأيك بالمورفولوجي بهذا الإي جي؟ المورفولوجي والقياسات مال البي ويف بهذا الإي جي. دكتور نورمال بي ويف هنا نوستوزة البي ويف. ورا البي ويف علي من عندنا في ار انترفال. ال PR interval شو تمثل ال PR interval electrically دكتور ال arterial repolarization no ال arterial repolarization مدموج ويا ال QRS complex ال arterial repolarization embedded inside the QRS complex ال PR interval قبل شوية قلتها أني هي ال transfer of the electrical current through the AV node خوش ما تنسيها latency اللي يصير عندنا بال AV node هو هذا ال PR interval there is it is isoelectric line بالمناسبة على ال isoelectric line يعني هذا فد سؤال عرضي الايزو الكتريك لاين شلون تقيسي شلون تقولين هذا ايزو الكتريك لاين على فلان شيء اقيسه على شنو يعني على اساس الكيو الايزو الكتريك لاين وين الايزو الكتريك لاين هو اللي يعني جاي يم الجاي بوينت ما يعني الخط اللي يمشي بيه كله يعني عندنا بي ار انترفال او بي ار سيجمنت والاس تي سيجمنت عندنا اس تي سيجمنت وعندنا البي ار سيجمنت ان هذا اللي بيتن اون ايزو الكتريك هاز ستارتد بليز اناونس يور سيلف سيجمنت ان هذا اللي بيتن اون ايزو الكتريك سمعيني هبه اي كنا كل يعني بي ار سيجمنت والاس تي سيجمنت يا هو اللي احكم عليه هذا البي ار لو الاس تي ها لا بس الصوت ده يقطع انتظر شوي خلي يصبر الانترنت يا هو اللي احكم
اي هبه هسه احكي اي دكتور البي ار سيجمنت لو الاس تي سيجمنت ما اعرف صراحه يعني لا هذا ولا هذا نقيس عليه لا هذا ولا هذا لانه الاس تي سيجمنت والبي ار سيجمنت قابله للتغيير لو مو قابله للتغيير قابلات للتغيير قابلات للتغيير اكو باثولوجيكال تشينج يصير ممكن يصير عندنا ستي ليفيشن ممكن يصير عندنا ستي ديبرشن ممكن يصير عندنا بي ار ديبرشن مو بي ار ديبرشن وين يصير بالبركاردايت فيري جود حتى بالاسكيميا هم يصير خوش فاني لازم اشوف نقطه او سيجمنت ما يصير بيها ما يصير بيها هذا التشينج يا هي هاي النقطة هاي النقطة هي بالحقيقة ال تي بي التي بي البين التي والبي هاي ما تصير بيها تغيير هاي الايزو الكتريسيتي اقيسها عليها تشوفيها من نهاية التي الى بداية البي ثانية من نهاية التي الى بداية البي ثانية من نهاية التي إلى بداية البي ثانية واضح الهبل ولا لا؟ واضح ما ننساها هاي خوش؟ هاي اللي أقيس عليها الأيزو إلكتريسيتي مالة الإي سي جي very good كملي بعد شو تشوفين؟ هو إحنا وصلنا للبي آر انترفل هي نورمال بي آر انترفل بين 3 إلى 5 ما روحي للكيو آر إس شبي للكيو آر إس دكتور هسه هنا الكيو ار اس هو نار كيو ار اس راح نروح للبي متاكد نارو دكتور بالبي 1 و 2 عندنا وايد كيو ار اس اكو ار اس ار باتن ار باتن فيري جود عاشتي لك اكو ار اس ار باتن نفس الوقت من نشوف هذا الار اس نروح للليد 1 نشوف بي فلارد اس اي هذا راح يكون الرايت بندل برانش بلوك رايت بندل برانش بلوك زين فيري جود احنا في الوقت شي قلنا كان عندنا ليفت اكسس ديفيجن هذا الانتباه اللي اريده هذا الانتباه اللي اريده رايت بندل برانش بلوك منك حاسبه الاكسس لقيت ليفت مقبول هذا الكلام شنو يعني لا شي يعني very good we have but عاشتيليش very good very good ال STT بيها مشكلة لا دكتور ماكو استيليفيشن ماكو مشكلة اذا عندنا بهذا الاي سي جي باي فاسكولار بلوك وعاشت ايدش وممتاز جدا سناء هسه صار واضح الانتربريتيشن اوف ذيس اي سي جي عرفت شلون الابروتش؟ نعم دكتور. متعدة تشوفين اي سي جي ثاني وتسوين نفس ما سوت هبه؟ جوان فرحان فتحي المايك بابا. نعم دكتور. يلا شوفي لنا هذا الاي سي جي. دكتور بالبداية لازم نشوف الرذم. ما بي رذم هذا يعني نطي. هذا أول يعني. مرة أشوف اي سي جي يعني. بيت وحدة. شنو هذا الاي سي جي؟ هسه احنا لازم نشوف مثلا التشينج روحي لنا قبل على التشينج شنو الاشياء الاس تي اليفيشن موجوده اس تي اليفيشن وين؟ بالفي في 3 والفي 2 والفي 2 همين بي هذا الخطأ اللي قلت لكم لا توقعون به أنه الـ ST Elevation ترى تنقاس من الـ J Point من الـ J Point استونا حكينا قبل شوية أنا وهبة على الـ Isoelectric Line الـ Isoelectric Line من أجر يكون بين الـ T والـ B هذا الـ TP أها هذا الـ Isoelectric Line زين هذا الـ Isoelectric Line الـ ST Elevation أقيسها من الـ J Point هاي J Point هاي J Point هاي J Point الـ J Point هي منطقة اللي يعني يبدي بيها الـ T صاعد من الـ S زين هل الـ J Point مو Isoelectric؟ لا Isoelectric ايزو الكتريك اذا هاي شو نسميها تي
نسميها early repolarization جوان. نسميها early repolarization. واضح؟ early repolarization أو الهايبر أكيوت. يعني اللي هي مو شرط أن تكون ST deviation pathological، ممكن أن يكون واحد anxious عنده anxiety تطلع هيك الST مالته، ضعيف وطويل تطلع هيك الST مالته. خوش؟ فهذا ما يعتبر ST elevation. ليش؟ لأن أنا أجي أقيس من الـ J point، يمتى ما هاي J point بادية من منطقة عالية، يعني هيك صاير الـ QRS. يعني هاي QRST هذا النورمال. إذا شفت الـ P wave QR، شوف من أنا صايرة هيك، شوف ما نازل، يعني ال 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 R مجرورة من نصها ما نازلة بالS T elevation. ال R ما توصل للإيزو إلكتريك، أقصد ال R يعني نهاية ال R يعني J point. مفهومة جوان؟ نعم دكتور مفهومة. زين، بعد شنو significant change in this ECG؟ إذن هسه عدة early repolarization but it is not ST elevation. جاي شوفين من فت شينج، يعني مبين ومكتوب قدامك ربط إير. ربط إير شنو هاي ربط إير؟ أولا الـ QRS normal، لو وايد لو نارو وايد دكتور. الـ QRS شلون؟ شو بروح عليها على هذا الـ QRS؟ بس هذا قدامك الـ V1 غير؟ الـ V1؟ هذا شبيه الـ QRS؟ اي هذا شبيه الـ QRS؟ هذا وايد وايد QRS، وايد QRS. وهو كاتب ليش دي يقول ليش رابط إير، وين هاي الرابط إير طايرة؟ بالسبتم بين هي بالـ V1 هنا بالـ V1، يعني شنو اشتعني؟ يعني هنه هو بالسبتم ها؟ بجهة السبتم. ايش تعني؟ بجهة السبتم. الربط إير، الربط إير. ايش تعني؟ الربط إير. ايش تعني؟ الربط إير. SR باتن. بني إير، ربط إير. ايش تعني؟ تعني بندل برانش بلوك جوان. هاي ما يراد لها، تعني بندل برانش بلوك. زين، البندل برانش بلوك كم نوع عندنا من البندل برانش بلوك؟ ثلاثة. الثلاثة اللي هي الليفت ها؟ بوستيريور والليفت الليفت بوستيريور. اي والليفت هي الليفت بوستيريور يعني عندنا البندل برانش بلوك لو ليفت لو رايت، مو صحيح؟ يعني هسه هذا رايت لو ليفت، هذا يعني على مود احدده. احمد جمعه، هذا رايت لو ليفت بندل برانش بلوك؟ نعم دكتور، رايت بندل برانش بلوك. عندنا وعندنا همات لارج اس بالليد 1 والبي 6. فيري جود، عاشت ايدك عاشت ايدك يا سبع. اذا الرايت بندل برانش بلوك عندنا سلرد اس بالليد 1 وثانيا الار اس ار باتن وين مكانه؟ بالفي 1 دكتور. بالفي 1 اللي هي ايش تعني يا منطقه؟ رايت لو ليفت دكتور؟ الرايت. يعني انا شو اسوي؟ مو عندي هذني هذني تشيس لي، عندي ذني تشيس. ريكوردينج هاز ستارت، بليز اناونس يور سيلف. هذني تشيس لي، هذا تشيزنيد مالتي التشيزنيد حددتهم. شو اسوي؟ اعطيهم ظهري، اعطيهم ظهري، ادير وجهي، ايدي اليمنى صارت على البي 1 وايدي اليسرى صارت على البي 6. اذا الار اس ار باتن على ايدي اليمنى اللي هو البي 1 معناها رايت بندل برانش بلوك، اذا ايد اليسرى الار اس ار باتن صار على ايد اليسرى اللي هو الفي 6 معناها هذا شنو؟
ليفت بندل برانش بلوك. واضح؟ واضح جوان لا مو واضح؟ فهمتيها؟ نعم نعم دكتور فهمت. جوان نعم دكتور. بيلي تيجي هذا يعني نبدي السيستماتيك نبدي له؟ لا لا قبل روحي لي ايش بي من مشكلة هسه اللي باو علي تو اللي تو راح يكون يعني عكس ها اللي تو ها اللي تو اللي تو الاس ويز والتي كلش يعني هي مو المفروض هيك تكون صايرة باللي تو زين شوفي لي الاكسس مال هذا الاي سي جي جوان شنو الاكسس؟ الاكسس مباوع على الليد 1 والاي في اف والاي في اف اي هذا اي هذا ليفت ديفيجن ليفت لان اي ديفيجن لان الليد 1 للاعلى الاي في اف للاسفل زين الكيو ار اس طبيعية لو لا؟ الكيو ار اس طبيعية لو لا؟ ان جنرال بأي مكان اخذي الكيو ار اس هاي العرض مالك طبيعي وايد لا 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 دكتور وايد وايد من عندي وايد كيو ار اس احفظي هالخطوات احفظي هالخطوات يا جوان احفظي هالخطوات وايد كيو ار اس شو ادور لو رايت بندل لو ليفت بندل مو صح لو لا شلون ادور الرايت بندل والليفت بندل اجي على الار اس ار باتن اشوفها بالفي 1 لو بالفي 5 والفي 6 مو صح لو لا اذا لقيت الار اس ار باتن بالفي 1 هذا معناه شنو جوان جوان راح افلش الحائط راح افلش الحائط براسي جاي اقول لك الرايت الار اس ار باتن بالفي 1 وقبل شويه رسمت لك قلت لك الار اس ار باتن من الدوره بالتشيست ليد ايش اسوي؟ احدد التشيست ليد مو حددتهن هالثاني؟ حددتهن لو ما حددتهن واعطيهم ظهري شو ديري وجهك انت ظهرك للتشيست ليد ايدك اليمنى صارت ويا من ويا الفي 1 لو ويا الفي 6 اليمنى ويا الفي 1 ويا الفي 1 وايدك اليسرى ويا الفي 6 ويا الفي 6 من القى الار اس ار باتن ويا ايدي اليمنى معناها شنو البندل برانش هذا رايت لو يمنى لو يسرى لا يمنى يمنى اليمنى ويا اليمنى واليسرى ويا اليسرى اذا لقيت الار اس ار باتن على ايد اليمنى يعني في 1 ايد اليمنى مو اي في 1 متفقنا لان طيتها ظهري طيتها ظهري مرايه معكوسه اوكي لقيت الار اس ار باتن على ايد اليمنى هذا رايت بندل برانش بلوك لقيت الار اس ار باتن على ايد اليسرى هذا ليفت بندل برانش بلوك واضح لو مو واضح نعم دكتور تنسيها بعد جوان؟ لا خوش ابقى مستعدة فدي شوية وارجع لك عبد الحسين نعم دكتور شلونك؟ ها؟ ماشي الحال دكتور يلا شنو هذا الاي سي جي؟ دكتور ريجولار ريجولار تقريبا يعني نورمال بالسبعين بالرايت زين الاكسس بوزيتيف نيجاتيف ليفت اكسس ديفيشن ديفيشن فيري جود البي ار انترفال في اي شيء البي ويف والبي ار انترفال ماكو مشكله زين الكيو ار اس عندنا وايد كيو ار اس وايد فيري جود وايد كيو ار اس
من عندك وايد كيو ار اس شدور ار اس ار باتن. وين الار وين الار اس ار باتن؟ دكتور V5. اذا نعم شنو هذا دكتور؟ ليفت. ليفت شنو؟ ليفت باندر برانش بلوك. ليفت باندر برانش بلوك. عافية عاش تيدك. هذا المريض عبد الحسين نعم جاك صار لعدة الوجع ساعتين ألم بصدره قوي سنترال كراشينج راديت تو ذا لور جو وياي؟ نعم دكتور. وسموكر عمره 60 سنة عنده دايابيتس وهايبرتنشن وبدا عنده هذا الوجع صار له ساعتين والبارحه مسوي له تخطيط مو هيك شيء طبيعي كل شيء ما بي ليفت بندل برانش بلوك. شو يعني لك؟ شو يعني لك هذا الاي سي جي؟ احتمال يكون عنده اسكيميا؟ مو احتمال اكيد عنده مايوكارديال انفاكشن. نعم تعامله معامله الاس تي اليفيشن ام اي. نعم يعني شنو شو تسوي لهذا اذا ما عندك قسطره هسه ايش تعطيه؟ يعني نخلي له اي في لاين؟ لا هذا اللي نعرفهن نخليه مستهين منهن نخلي له اي في لاين واسبرينات يقرطهن وبلافكس وما ادري شنو اكسجين اذا يحتاج اكو لا نعم. علاج مفصلي بالاستي ليفيشن ام اي تعطيه شنو هذا الاي سي انهابيتر؟ لا يا اخوي الثرمبوليتك ثرمبوليتك فايبرينوليتك اوكي نعم دكتور يعني ما نطيب الانستمي شنو الفرق بين الاس تي ليفيشن ام اي والانستمي او الانستابل انجينا بالاس تي ام اي نطي ثرمبوليتك اذا ما حد نقصها بنفس خلال تقدر توفرها خلال 90 دقيقه من الوصول للمريض ماشي نسميها دور تو بالون تايم 90 الى 120 دقيقه دور تو بالون يعني من طبوته للطوارئ الى انت طببت البالون بالارتري نعم يكون مو اكثر من 90 120 دقيقه اذا ما يتحقق هذا الوقت تعطي ثرمبوليتك وبعدين نعم. تحوله على كاس زين الثرمبوليتك وين نعطيها اس تي اليفيشن ام اي او ريسنت ليفت بندل برانش بلوك مثل هذا ريسنت ليفت بندل برانش بلوك جاي لك البارحه دي جي مالته ما بي شيء وهسه اجى ليفت بندل برانش بلوك وصار كان اعامله معامله اس تي اليفيشن ام اي إذا شكرا عبد الحسين ناخذ دكتور دكتور بس الاي سي جي قبل هذا كان عنده سي ليفيشن هو مو بالله يعني عم شفت سي ليفيشن مو هذا باوع الليفت بندل برانش بلوك بالليفت بندل برانش بلوك لازم اكو اس تي ليفيشن الشكل مال الاس تي تي تشينجز بالرايت بندل برانش بلوك نعتمد عليها من نصير تشينجز بالاس تي تي بس بالليفت بندل ما طالما اكو ليفت بندل الاس تي تي تشينجز ما تاكل لانه شكله ثابت راح يصير واضح واضح بعد ما نعتمد على اس تي تي تشينجز لا تنسى على البندل برانش بالليفت بندل برانش الليفت بندل برانش بهالطريقه هاي هذا الاي سي جي مكتوب علي زينب عادل زينب تسمعيني شلونك هذا مكتوب علي WPW ووفر باركنسون وايز سيندروم وضحي لهم ليش ووفر باركنسون وايز سيندروم يعني شوي علي لي صوتك زينب
علي لي صوتك. المون باركنسون وايت شنو هو؟ اكو عندنا هارت بلوك، الهارت بلوك نوعيته اما فيرست ديجري هارت بلوك او سكند ديجري هارت بلوك، سكند ديجري او ثيرد ديجري هارت بلوك. زينب منين جبت هالسوالف؟ نود هذا اي نود، وهاي الاي في نود. اي وهذا البندل اوف هيس والرايت بندل والليفت بندل، واضح؟ اي بالوف باركنسون وايت سندروم اكو اكسسوري باث، اكسسوري باث واي. لا ما عندنا هارت بلوك على كيفك. اي 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 مقلوبي اصلا مو مو اكو اكو بري اكسايتيشن بالوف باركنسون وايت سندروم، اكو بري اكسايتيشن يعني اكسسوري باث واي. هذا الاكسسوري باث واي بالعكس خلاني اشرح راح ينقل ال يعني ينقل الدات من الاتريوم يعني تركب بسرعه، مو الاي في نود يقلل، هو بالعكس راح ينقل بسرعه. تقل الـ PR الاكسسوري باث واي شو يسوي لنا؟ شنو المشكله بالاكسسوري باث واي؟ احنا عندنا الاي في نود، هاي الاي في نود الفائده مالت الاي في نود شنو زينب؟ الاي في نود تاخر الدقات اللي من الاتريال حتى ينحل اللي جاينا من الاس اي نود، الاس اي نود الاتريوم يفرغ very fast pathway والventricle is very fast pathway. الventricle very fast fast pathway لأنه موجودة ب specialized cell نسميها البركنجي cell أو البركنجي system. البركنجي system شنو ميزاته؟ أنه تكون السيل كبيرة وتكون بيناتهن a lot of gap junction، واضح؟ ولذلك تنتقل الامبلس بها بسرعه فائقه، هاي وحده. القضيه الاخرى الاكشن بوتنشال الريستنج ممبرين بوتنشال بالفينتريكل از سالب 90، ومن يريد يصير بي اكشن بوتنشال لازم يقترب من الصفر. الاي في نود ليش تاخر؟ اولا لانه بيها السيلز حجمها صغير وعددها هوايه. دا تسمعوني؟ ومن يريد يصير بي اكشن بوتنشال لازم يقترب من الصفر. الاي بي نود بيها سيل صغيره، سيل صغيره ومتعددة عددها هواي، والجاب جنكشن بيناتهم جاب جنكشن قليل. جاب جنكشن قليل، فلذلك يكون الترانسميشن اوف ذا الكتريكال كارنت از سلو بالاي في نود، واضح؟ من اكو اكسسوري باث واي، من اكو اكسسوري باث واي عبر هاي المنطقه
هي هاي احنا شنو ال 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 شلون تطلع عندنا الالكتريكال امبلس بالاي في نوت؟ تطلع بي ار، تطلع بي ار، بي ار انتربل، بي ار سيجمنت. هاي البي ار سيجمنت راح تصغر، ليش؟ لانه هذا فاست باث واي، يشبه الباث واي الاعتيادي مال الاس اي نود ومال الفينتريكل، ولذلك راح يقلله ويسوي شنو؟ يسوي بري اكسايت اكسايتيشن، يعني الاكسايتيشن يقدم الوقت مالته، ولذلك ايش راح يسوي؟ راح يسحب البي ار لي فوق، راح يسحبها لي فوق ويسوي ركزة من يصير الار دي بولاريزيشن مالت الفينتريكل. يعني هذا من انا بدا الدي بولاريزيشن مال الفينتريكل ورا الركزة مال الدلتا ويف، ورا الركزة مال الدلتا ويف. جيد، شكرا، شكرا زينب، شكرا. السلايد الاخير دكتور، انا عبالي وين كنت باخذ البدايه من تبعي. لا مو انا كاتب ليش دبليو بي دبليو، ماكو اشكال، ماكو اشكال. هيك هيك نتعلم، هيك نتعلم، هيك نتعلم، لا تخافين. هذا فد مخطط يوضح لنا انه الليفت اكسس ديفيجن شلون يصير، والنورمال اكسس، والرايت اكسس، والاكستريم اكسس. طبعا الليفت اكسس مو كل المربع هذا، يعني من هنا اكو 30 درجه، يعني ناقص 30 بالاكسس الموجب والسالب بالارتفاع مقلوب، الموجب لي جوا والسالب لي فوق، هاي اللي ننساها. الكيو ويف ايش وقت نقول عليها باثولوجيكال كيو؟ equal or greater than 0.4 seconds، يعني 1 مليمتر بوكس هوريزونتال ويت 40 ملي سكند. Q wave amplitude must be 25% of or greater of the following R wave or S wave. يعني اللي بصفها S or R wave لازم ربع أو أكثر من ربعها. ومراتك ومصادر تقول ثلثها. Physiologically no muscle to pathophysiology. ليش ليش يصير كيو ويف؟ ليش تتكون الكيو ويف؟ ليش تصير ويندو بالاي سي جي؟ نو ماسل تو جنريت ار ويف، ولذلك راح يشوف الاس ويف مال المنطقه المقابله تطلع كيو ويف، لانه ويندو صارت. يعني عندنا هذا الهارت، هذا الفينتريكل، هذا الفينتريكل، هذا السبتم، وهذا الرايت فينتريكل. من يصير عندي هنا انفاكشن صارت هاي المنطقة ويندو انتهت. هذا الالكترود هاي المنطقة ما يشوف، راح يعبر يشوفه بالوقت اللي احنا هنا منتظرين ار ويف، هنا اكو اس ويف، هذا لان الفيكتور متجه بهالاتجاه مال السبتم، ولذلك يطلع عندنا كيو ويف. ولذلك ايضا اذا عندنا بالوقت اللي احنا منتظرين الار ويف مالت السبتم راح اس ويف مالت المنطقه المقابله يعبر يشوف. بالوقت اللي احنا هنا منتظرين ار ويف، هنا اكو اس ويف، وهذا هذا يعني الفيكتور متجه بهالاتجاه مال واضح، ولذلك يطلع عندنا كيو ويف. ولذلك ايضا اذا عندنا المشكله بالسبتم، بالوقت اللي احنا منتظرين الار ويف مالت السبتم راح يكون الاس ويف مالت المنطقه المقابله. شوف الانفاكتد اريا هنا، وهذا امتيرولا صار واضح، anterolateral infarction due to occlusion of the left anterior descending artery. تطلع Q wave بالanterolateral leads of the ECG. عندنا intervals conduction system abnormality
congenital syndromes, electrolyte, metabolic abnormality, intrinsic cardiac disease, medication, CNS disorder, and systemic illnesses. Electrolyte abnormality and the ECG. Potassium cause hyper, tall, peak, T wave, also ischemia, atrial arrest. Hypokalemia lead to prominent U wave قبل شوي حكيناها and low T wave يعني دائما نتذكر انه بالبوتاسيومين مطل اي سي جي هيك افتهموها تقلل كيو ار اس امبليتيود تي ويف امبليتيود تقل الى ان توصل فلاتنينج ويا ما توصل فلاتنينج كل ما تصغر التي ويف كل ما تبدي تطلع عندنا اليو ويف الكالسيوم hypercalcemia short QT interval hypocalcemia long QT مرات يلبضوا كالسيوم magnesium hyper short QT مثل الكالسيوم hypo long QT interval هذا أيضا partial right bundle branch block then specific interventricular delay long QT interval more than 50% of the RR interval long QT شلون نحكم عليها اكثر من 50% من ال RR interval يعني R وراء R نقيس ايش قد الانترفال مالتها اكثر من نصها زياده بها تعتبر long QT congenital hypomagnesemia hypocalcemia anti-arrhythmic drugs مثل الفليكانايد myocarditis hypokalemia quinidine ischemia phenothiazine tricyclic antidepressant CNS subarachnoid hemorrhage يسوين long QT interval torsadipoids The QT interval long congenital hypomagnesemia, hypocalcemia, anti-arrhythmic drugs class 1A, ischemia, torsadipoa, phenothiazine, tricyclic, myocarditis, hypokalemia. Short QT عكسها. Hypercalcemia, hypermagnesemia, hyperkalemia, digoxin toxicity and thyrotoxicosis. أكو شيء بعد؟ إن شاء الله إلى اللقاء باكر نفس الموعد الساعة 9:00 فيما لا